اليوم باش نحكي لكم على بلاد التاكوس، حضارة المايا والبلاد اللي انجت لنا مسلسل غوادالوبي. يجيو معايا نكتشفوا البلاد هذه. عسلامة ومرحبا بكم، انا غيث وهذه فواياج على جوهر اف ام. اول بلايص اللي باش نحكيوا عليهم اليوم هي مدينة تولو اللي هي مركز السياحة البديلة في المكسيك. المدينة هذه معروفة برشا بشطوتها المزيانة وخاصة بالسينوتس اللي هما كهوف موجودين تحت الماء من حضارة المايا، من احسن البحورات في المكسيك اللي هو تولوم بلايا، بحر بطول 14 كيلومتر فيه النايت لايف نتاع المكسيك الكل. زادة مشهورة برشا بزوز فيستيفالات نتاع موسيقى زمنة او افتر لايف اللي العباد تجيهم من العالم الكل باش تسمع بهم. أهم مونيمون موجود غاديكا اللي هو اسمه فين على لوز واللي تعني فين على لوميير نتاع الفندان جنوب أفريقي دانيال بوبر. ثاني البلايس كابو سان لوكاس، مشهورة ياسر ببحر اللي مصنف في العالم أحسن بحر. البحر هذا موجود مقابل الكوست اوف كاليفورنيا وذي سي اوف كورتيز اللي هي بلاصة مشهورة ياسر في العالم بسنوركلينج وبسكوبا دايفينج وبالبوت بارتيز اللوكس اللي يجوا من كاليفورنيا ويعديوا ليلة غاديكا وبعد يرجعوا لأمريكا. واخر بلايصنا لليوم تشيتشين إيتزا، اون ريفيرونس عند الناس اللي تحب التاريخ، فيها لي بيراميد نتاع المايا وبجنبها فالادوليت اللي هي مدينه مزيانه ياسر تقولش عليها خارجه من كارت بوستال، كلها موسيقى وكلها الوان، وفيها لي ريستورون مكسيكان اوتنتيك الكل باللي روسيت نتاع الجديد. كالعاده نحب نشكر اكزيست سبونسور نتاعنا في فواياج. كانت هذه فواياج اليوم، نتقابلوا في فواياج جديد ورونديفو جديد على جوهر اف ام.